الكلب الوفي حكاية من الأدب البلجيكي. نيلو صبي في سن 12، عاش في إحدى القرى الفلندرية وحيدا بعد أن توفي جده، الشخص الوحيد المتبقي له من أسرته. وهكذا بقي نيلو بدون أسرة في هذا العالم الكبير. الكائن الوحيد الذي بقي معه هو كلبه الوفي بتراش. بتراش انتظر هنا لحظة. كان نيلو مولعا بالرسم، وكانت أمنيته أن يرى أعمال الرسام روبنسون، ولكن كيف وثمن تذكرة الدخول تعني بالنسبة له كل مدخراته التي جمعها في الأشهر الثلاث المنصرمة. وبقي نيلو يحلم في أن يرى في كل يوم من الأيام أعمال الرسام روبنسون. كان نيلو يعمل على نقل الحليب من القرية إلى المدينة. كان هذا العمل يدر عليه من المال ما يكفي لشراء 3 أرغفة من الخبز. لقد أصبحت الحياة شاقة على نيلو بعد وفاة جده. نم يا عزيزي، علينا أن ننهض غدا في الصباح الباكر. وفي يوم من الأيام أعلن في المدينة عن مسابقة للرسم، وقد خصصت للفائز الأول جائزة مقدارها 200 فرنك. وهكذا وضع نيلو كل طاقته وكل مدخراته من أجل الفوز بالجائزة. نيلو، هل انتهيت من رسم لوحة المسابقة؟ نعم، أنا ذاهب الآن لتسليم اللوحة. نعم، سوف تعلن النتيجة قبل نهاية السنة، أليس كذلك؟ لا تقلق، ستفوز لوحتك بالتأكيد، أنا واثقة. شكرا لك. نيلو، لم أرك منذ وفاة جدك. لماذا؟ أنت بخير؟ أنا آسفة، كان بودي زيارتك ولكن والدي منعني. كان نيلو يكن لها كل المودة، وكانت هي تشعر نفس الشعور نحوه، ولكن لم يكن بمقدور الاثنين أن يلعبا معا كما كانا يفعلان ذلك من قبل. كان والد البنت من أثرياء القرية، وكان نيلو ولدا فقير الحال، لذا منع الوالد ابنته من أن تلعب مع نيلو. كان كوكتس والد البنت يقول دائما بأن الفقراء فقراء في كل شيء، حتى في أرواحهم وأخلاقهم، إنه ينظر إلى الفقراء نظرة متعالية. كان نيلو يحلم بأن يغدو فنانا شهيرا، وبذلك يتمكن من أن يطلب يد إليوسي عندما يكبر. في تلك الليلة الباردة سقط الوفر بشكل كثيف، ولم يكن عند نيلو وكلبه الوفي طعام يؤكل، وانتظر نهاية العاصفة الثلجية. وفي صباح اليوم الخامس توقف سقوط الوفر، وكان الجوع والبرد القارس قد أضعف نيلو المسكين، وتمكن هو وكلبه الوفي من الوقوف على أقدامهما. وجاء اليوم الذي تقرر أن تعلن فيه نتائج مسابقة الرسامين. صاحب الدار، أنا آسف يا سيدي، أرجوك انتظر قليلا، أعدك بدفع الإيجار. لقد قلت ذلك من قبل، وها قد مضى الشهر على وعدك. اسمع، من الغد سأؤجر الدار إلى أناس آخرين، أتفهم؟ عليك أن تغادر البيت هذا اليوم. ها؟ أرجوك أمهلني قليلا. فائدة؟ أوه يا إلهي، شكرا. لا تحزن يا بتراش، سوف تحصل لوحتي على الجائزة الأولى، أنا واثق من ذلك. سوف يتحسن الحال وسيكون كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام، صدقني. أه
بتراش، انتظرني هنا سأعود حالا. يجب أن أفوز. كان نيلو يأمل بالفوز لكي يدفع الإيجار ويشتري خبزا. يا إلهي، ولكن اللوحة الفائزة لم تكن لوحة نيلو. ماذا سيفعل نيلو وبتراش الآن؟ إنهما لا يملكان قطعة من الخبز ولا بيتا يحميهما من شدة البرد. وفجأة عثر الكلب على كيس مليء بالنقود، كان فيه 2000 فرنك، وكان اسم والد البنت كوكتس مكتوبا عليه. لو استطاع نيلو أن يتصرف بفرنك واحد، ولكن نفسه الأبية رفض ذلك. بتراش، خذ النقود إلى السيد كوكتس. حسنا، سوف أنتظرك هنا، سأنتظرك، اذهب حالا. بتراش، هيا اذهب، افعل ما أطلبه منك، هيا. بتراش، مع السلامة، لا أستطيع أن أفعل أي شيء من أجلك، مع السلامة. كان نيلو يفكر بأن الكلب عندما يعطي المال إلى كوكتس والد إليوسي سوف يرحب به ويطعمه. مع السلامة يا بتراش، ستعدني بك إليوسي. في هذه اللحظة كان كوكتس يائسا من حصوله على النقود. يا إلهي، أين فقدت نقودي؟ أين أين أين؟ ها؟ 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 والدي، الكلب بتراش عثر على نقودك. والدي، نيلو هو الذي عثر على النقود. نيلو، الشخص الذي احتقره كوكتس، هو الذي أعاد النقود وأنقذ الرجل من محنته. لم يتحمل كوكتس ذلك ودمعت عيناه. يا له من ولد نبيل، لم يأخذ فرانكا واحدا من النقود. أرجوك يا نيلو أن تسامحني على غبائي، أرجوك. خذ يا بتراش، إنه حساء لذيذ، هيا كل، هيا. ها؟ ها؟ بتراش؟ بتراش، بتراش. ولم يمكث بتراش في بيت أليوسي رغم وجود الحساء اللذيذ والدفء، وهكذا أسرع بكل ما أتي من قوة إلى نيلو. نيلو، نيلو. بالنسبة إلى الكلب بتراش، ليس هنالك في العالم كله ما يبعده عن نيلو. إنه يعرف أين هو الآن، وأسرع إلى نفس المكان الذي فيه نيلو. يا كلبي الوفي، أرجوك سامحني، لا مكان عندي أذهب إليه، سأستريح هنا وأستمتع برؤية هذه الرسوم الرائعة. سوف أرحل في الغد في رحلة لتعلم المزيد عن فن الرسم. أشعر بالدفء. هذا أنت يا كلبي الوفي، إنك رائع فعلا. وأخيرا وبصعوبة بالغة استطاع نيلو أن يرى الرسوم التي طالما حلم بأن يراها في يوم من الأيام. وعندما عاد نيلو إلى وعيه، شعر وكأنه في حقل دافئ حيث الربيع والزهور تحيط به من كل جانب. وهكذا أعطى الكلب بتراش كل حرارة جسمه إلى نيلو، مضحيا بنفسه لكي ينقذ نيلو من الموت. إن
إنها لوحة رائعة، من الذي رسمها؟ الفنان نيلو. الفنان نيلو؟ نعم، الفنان نيلو.